لعنتهم بالسجن، اتلعنتهم يعني صايره دايره والله حتى ما عندها عيشه، اتلزمن تعين القتلوين. يا سياده الحلبوسي احنا جينا وزرناك انا وبعض اخواتنا من اهالي المعتقلين قبل الانتخابات، واذا تتذكر زين لزمت لنا شاربك وقلت بغيرتي وبشرفي ولدكم برقبتي بس افوز بالانتخابات اول شيء العفو العام. وين الوعد اللي وعدتنا به؟ ليش هسه تنكرت من عندنا؟ لم يوافق عليه السيد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. نريد نقول لك ليش ما توافق على الناس الابرياء والمظلومه؟ شنو ذنبنا؟ وين نروح؟ يا رئيس البرلمان مو لزمتوا شواربكم ووعدتوا الشعب العراقي؟ الى متى؟